معنا ومع حضراتكم السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية. أهلا بحضرتك معنا سيادة السفير. أهلا وسهلا سيادة السفير. حتى يكون المشاهد معنا في الصورة، عندما نتحدث عن اجتماعات سنوية لبنك التنمية الإفريقي، ما هو هذا البنك وما هي المشروعات التنموية التي يقوم بها في إفريقيا؟ بنك التنمية الإفريقية بنك كبير، وليس كما يظن البعض أنه مجرد أحد البنوك الأفريقية الخاصة، ولكن بنك تساهم فيه كل الدول الأفريقية بمساهمات مختلفة. مصر من أكبر المساهمين في هذا البنك، وهناك دول أيضا غير أفريقية تساهم فيه مثل الصين، الولايات المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي، بعض الدول الآسيوية، إضافة إلى البرازيل وبعض دول أمريكا اللاتينية. هذا البنك يقدم قروضا بشروط ميسرة مثل البنك الدولي بالمناسبة للمشروعات الكبرى في القارة الأفريقية، والبنك سبق أن قدم قروض كبيرة بشروط مسيرة لقطاع الكهرباء في مصر وغير ذلك من المشروعات الأخرى، ولكن ركز في السنوات الأخيرة على قطاع الكهرباء في مصر. كما تذكرين فإن الاهتمام بحضور مؤتمر شرم الشيخ ليس فقط على أعضاء البنك الأفريقيين، ولكن كل الدول الأخرى المساهمة في البنك تحضر، بالإضافة إلى المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأفريقي. بالمناسبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي حضر لهذه المناسبة الهامة. نعم سيادة السفير، حدث استثنائي على أرض مصرية يحمل عنوان تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا. ما أهم التحديات أمام هذه الاجتماعات هذا العام؟ كما ذكرت فإن شعار هذا العام هو تمويل الاستثمارات في القطاع الخاص للاقتصاد الأخضر، وأقصد بالقطاع الخاص ليس فقط من خارج القارة الأفريقية للقطاع الخاص، ولكن حتى من بعض الدول الأفريقية إلى دول المشروعات في داخل القارة الأفريقية، وهذا تطبيقا لاتفاقية جعل أفريقيا منطقة تجارة حرة. الاستثمار بعض الدول الأفريقية وخاصة مصر وجنوب أفريقيا وبعض الدول الأخرى تضع شروطا امتيازات هامة لجذب الاستثمارات من خارج القارة الأفريقية ومن داخل القارة الأفريقية نفسها. القطاع الاقتصاد الأخضر هو مناسبة مهمة لأنه يجمع بين مؤتمر المناخ في شرم الشيخ نفس المدينة في العام الماضي وفي أظن هذا العام، ومؤتمر أبو ظبي في نهاية هذا العام. فالاقتصاد الاخر هو الاقتصاد الواعد وسيدر على الدول المستثمره فيه ارباحا كبيره وسيؤدي الى الاقلال من تلوث المناخ. نعم، سيادة السفير، يعني هذا الامر يجعلني اسال حضرتك، يعني في مساله المناخ الاخضر والنمو الاخضر وكذا، هناك الكثير من التحديات، ولكن خرجنا في نفس الوقت بمكتسبات كثيره من كوب 27 في نوفمبر الماضي. اعتقد ان هذا المؤتمر سيدق نخوص الخطر ان المناخ في حاله خطر شديد، لان يعني كل التنبؤات تقول ان أسوأ التوقعات تقول أنه سيتم رفع درجة حرارة الأرض درجة ونصف درجة بعد 20 سنة تقريبا، ولكن كل الخبراء يقولون أننا قد وصلنا إلى هذه الدرجة خلال السنوات الماضية. فيجب علينا جميعا سواء دول متقدمة أو دول نامية أن نراجع تقديراتنا المتفائلة أكثر من اللازم، ونضع مشروعات نلتزم فيها كلنا بالمساهمة في خفض تلوث المناخ بالتركيز على الاستثمار في قطاع الاقتصاد الأخضر واستغلال أشعة الشمس، الرياح، الأمواج الآن بتستخدم لتوليد الكهرباء. فكل هذه المشروعات يعني اعتقد ان
الرساله التي سيرسلها مؤتمر شرم الشيخ ستوجه الى كل دول العالم بالتكاتف للاستثمار في المشروعات الخاصه بخفض المناخ. واعتقد ان مصر لديها تجربه هامه في هذا الصدد وتقوم باستثمارات كبيره في هذا الموضوع، وخاصه بالنسبه لاستغلال الرياح واستغلال اشعه الشمس، والان تركز على الاقتصاد الاخضر. نعم، كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت يعني مؤشره لخطر مهم ويجب التنبه اليه اذا ما تم هذا التكامل وهذه الشراكه بين الدول الافريقيه وتحفيز القطاع الخاص في مساله تمويل المشروعات الخاصه ب التنمية الخضراء والتنمية المستدامة والنمو الأخضر وكذا، وأيضا ما بين ربما هناك مبشرات لإمكانية حدوث هذا التكامل وهذه الشراكات بشروط واضحة وبضمانات واضحة. قراءتك لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي جاءت في افتتاح هذه الاجتماعات؟ نتذكر ان الرئيس السيسي اقر عند خلال رئاسته الاتحاد الافريقي اتفاقيه جعل افريقيا معاهده جعل افريقيا منطقه تجاره حره. فلدينا الان هذه الاتفاقيه التي دخلت حيز التنفيذ اطار مناسب للتعامل بين الدول الافريقيه واصدقاء افريقيا في هذا الموضوع. ستؤدي تطبيق هذه الاتفاقية وسكرتيرتها في دولة غانا، وسكرتير عام هذه الاتفاقية موجود داخل هذا المؤتمر في الوقت الحالي، ستؤدي إلى الشعور بأهمية تكاتف الدول الأفريقية وأصدقاء أفريقيا بموضوع تغير المناخ. ولكن أكثر من ذلك أو لا يقل عن أهمية هو تنمية التبادل التجاري بين الدول القارة الأفريقية التي ستؤدي إلى إنعاش الصناعات الأفريقية وزيادة العمالة داخل أفريقيا نفسها. نعم سيادة السفير، يعني عندما نعلم أن الرقم متواضع جدا عندما نتحدث عن إجمالي تدفقات أو تمويل خاص بمشروعات التنمية الخضراء 12% فقط من التمويل المطلوب لحجم هذه المشروعات المتعلقة بالمناخ وما شابه، يعني ما المطلوب الآن في ظل هذا التحدي الأكبر والذي تتحدث عنه هذه الاجتماعات هذا العام، فكرة التمويل، فكرة تحفيز القطاع الخاص في المشاركة في مشروعات التنمية المستدامة الخضراء؟ للأسف الاستثمارات الدولية والاستثمارات الوطنية تأثرت كثيرا بأزمة النزاع بين روسيا وأوكرانيا التي أثرت على العالم كله وأثرت على تدفق الاستثمارات ليس فقط إلى الدول النامية ولكن داخل الدول الغنية نفسها. فهناك تنافس على جذب هذه الاستثمارات وتقديم محفزات اكثر. كلنا نذكر ان الرئيس السيسي راس اجتماعا هاما حول حزمه من المحفزات التي تتقدم بها مصر الى الاستثمارات الدوليه والاجنبيه لمصر. بعض الدول الافريقيه فعلت ذلك، ولكن يجب ان يتم ذلك في نطاق جماعي وليس الى جانب الناحية الفردية للدول نفسها. نعم سيادة السفير، في ظل عدم اليقين الاقتصادي الذي يمر به العالم أجمع، متغيرات كثيرة اقتصادية، تقلبات يعني أحدثت هزات كبيرة في كل دول العالم، إلى أي مدى هذا المؤتمر بهذه الاجتماعات بهذه الدعوة للقطاع الخاص في المشاركة في التنمية المستدامة الخضراء وكذا، إلى أي مدى هناك حافز بالنسبة للقطاع الخاص لهذه المشاركة؟ إلى أي مدى التحديات هل هي أكبر أم أن إمكانية المشاركة متاحة وهناك فرصة متاحة للمشاركة بين الدول الإفريقية في مسألة الاقتصاد الأخضر والتنمية الخضراء؟ من التحديات الهامة التي تقابل ليس فقط الاقتصاديات الأفريقية ولكن دول العالم هو التقلبات الكبيرة في أسعار العملات. يعني لا توجد دولة في العالم بما فيها الولايات المتحدة إلا لم تتأثر بالتقلبات الحادة في
سعر عملتنا الوطنية أو بعض العملات الحرة القابلة للتداول. فهذا الموضوع أعتقد سيكون من ضمن مناقشة المؤتمر شرم الشيخ، ولذلك جاءت مساهمة البنوك المركزية الأفريقية هامة لإيضاح مثل هذا التحدي، وكيف يمكن للدول الأفريقية أن تقابل هذا التحدي بالتعاون مع الدول الغنية أو المؤسسات المالية الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي. نعم سيادة السفير، ما المخرجات المنتظرة من هذه الاجتماعات هذا العام أنت تنتظرها لتتحقق على أرض الواقع؟ أعتقد أن مجلس إدارة البنك الأفريقي سيتخذ قرارات بزيادة الاستثمار. أولا البنك لديه أموال لا بأس بها، يمكن أن يقوم بها باستغلالها في تمويل الاقتصاد الأفضل. قد يقوم البنك مجلس إدارة البنك الذي سيجتمع على هامش اجتماعات شرم الشيخ بإخراج حزمة من المشروعات الأفريقية التي تستهدف استغلال الاقتصاد الأخضر في ليس فقط في الاقتصاد الوطني ولكن في الاقتصاد الذي سيساهم في خفض المناخ، وممكن أن يقوم بإيراد عائد لا بأس به للدول التي تستغل في هذا الاقتصاد. نعم، ما بين اقتصاد وطني حضرتك ذكرت مصر تسعى فيه لتحقيق هذه الفكرة واستراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، بين قوسين تنمية خضراء باقتصاد أخضر دون تلويث للبيئة بشكل أو بآخر، وبين بعد مصر تهتم به كثيرا هو البعد الإفريقي والتكامل الإفريقي والشراكة الإفريقية. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أشار إلى هذا البعد، ودائما مصر مهتمة بالنظرة لبعد إفريقي يحقق هذا التكامل. إمكانية تحقيق هذا التكامل بالرغم من التحديات التي نعيشها الآن سيادة السفير؟ بالرغم من وجود صعوبات كثيرة لتحقيق مثل هذا التكامل كما يأمل الرئيس السيسي ومصر والدول الأفريقية الأخرى، ولكن يجب أن نبدأ من نقطة ما، وأعتقد أن مؤتمر شرم الشيخ ومناسبة طيبة ليس فقط لبراز شعارات سياسية ولكن لاتخاذ قرارات تنفيذية بتمويل عدد من المشروعات الكبيرة داخل القارة الأفريقية بالنسبة للاقتصاد الأخضر. أهم من ذلك أو يجب أن يترافق مع ذلك هو زيادة الوعي الشعبي لا تفقد في مصر نفسها ولكن بين كل شعوب الدول الأفريقية بأهمية هذا الاقتصاد الذي سيؤدي إلى زيادة العمالة وزيادة التشغيل وتحقيق أرباح وارتخاء ذاتي في عدد من الدول الأفريقية على الأقل إن لم يكن في كل الدول الأفريقية. نعم، السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية أشكرك جزيل الشكر.